مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياك طريقة تحضير كريمة الشوكولا. عنا كوب سكر بودرة، ملعقة طعام كاكاو، ملعقتين طعام زبدة بحرارة الغرفة، وعنا حليب ونص ملعقة صغيرة فانيلا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط السكر، الكاكاو، الفانيلا، كمان الزبدة. بحركهم شوي مع بعض. هلأ بخفقهم مع بعض على سرعة خفيفة. وأنا وعم بخفق بحط نص ملعقة صغيرة حليب على دفعات. هيدا الشكل النهائي. بنشوف مع بعض كيف طلعت الكريمة. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. هذه الكريمة اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.